سلام، معكم ياسر مورا. اليوم قلت ما ندير فيديو أول مرة كصوت وصورة، حيت من قبل كنت ندير فيديوهات تنشارك بهم التصاويرات اللي كنت ندير. جات الفرصة وجات الوقيتة باش ندير هذا الفيديو هكا عفوي، بلا توجيهات بلا بريباراسيون، غير هكا كبيسي باتيكم. جيتكم بداية مرحلة تاع تساعدني ندير فيديوهات وغادي نشرح فيهم كل منطقة اللي مشيت ليها واللي غادي نمشي ليها. غادي نشرح كيفاش باش تمتاز، ولا كيفاش وصلت ليها، الطريقة باش وصلت، بشحال باش وصلت، سواء ديك الساعة لا كنت بصافا بالموتور ولا بلاكار ولا ابي ولا كلمة بأي طريقة. غادي نشرح التيطاي، حيت التيطاي في التفاصيل يكمن السر. المهم كل شيء في التفاصيل، كل شيء في التفاصيل. هذه هي المرحلة اللي غادي نبدا بها. غادي تكون بحال هكا، اما سوا تكون لايف ولا غادي تكون فيديو بريباري، ولكن غالبا غادي نجيرهم فيديو بريباري حيت باقي ما وصلتش للمرحلة تاع اللايف. حتى هذه طريقة زوينة فاش تسافر لاباك تاع داك النهار، ولا تاع ديك الايامات فاش سافر، حطو فيديو ولونسيه باش الناس تستفد. بين قوسين هذا هو البلان. نتمنى تكون منانيت نبريباري راسي مزيان، كيفاش تهضر، كيفاش تعامل، تشير سكريبت باش ما نبقاش تدخل وتخرج في الهضره، منانيت تبقى بدات تتطور. يعني غادي نحاول ما امكن باش نبريباري راسي مزيان باش يكون في كل شيء زوين. يلاه تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. سلامات في الشيء تكمن الحقيقة.